حصريا على قارئ القرآن. نبقى الآن أيها الأحبة مع هذه التلاوة الطيبة المباركة من سورة النساء بصوت الشيخ أحمد سليمان السعدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها أو ما ملكت
أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا ذلك أدنى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا
نفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إنما يأكلون
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن
من بعد وصيتي يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصى بها أو غير غير مضار والله عليم قليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات
الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. صدقوا.